Oh, you make me wanna talk back. Talk back to you. Say it, say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No. صباح الخير وصباح النور وصباح الفطر الجميل يا اختي. شحال زوينه تصبحي على الفطور. ما مصايباه انتي لا بيديك لا برجليك مصايبينو لك زعما. شكرا بزاف الاحلام صحيبتي. البارح قلت لها عافاك صايبي لي الشهده يا اختي. ما اش كيقولوا ما رداتش في وجهي. وهاد الصباح مع فقت قالت لي هي بقات لي واحد ثلث ساعه ونخرجها من الفران حقاش هي كتاخذ شي سبعه السوايف تصايب. قالت لي مات كتعجني وياك كتخمر ثلاثه المرات يعني كتبقى تصايبها ثلاثه المرات حتى كتخمر عاد ديك الساعه. يمكن ما عرفتش كيفاش كدير لها الطريقه. خاصني نقولها ليها شي نهار غادي تصايبيها غنكون حداك نصايبها انا وياك باش نتعلم لها. ولكن الصراحه ما خاصنيش نتعلم لها. الا تعلمت لها ما تبقاش تصايبها ليا. نقول لها صايبها ليا تقول لي نوضي سر راسك صايبها. ولكن الصراحة وخا غنصايبة انا متأكدة ما نقدرش نصايبة بحالها. نقدر نصايبة حسن منها زعما كنضحك. ولكن اختي راه بحالها ما نصايبهاش. هاد كتصايبة واعرة كتحمقني. تا ماما الله يرحمها كانت كتعجبها هاد الشهادة. كانت ديما تتصايب علينا احلام وكتاكلها معايا ماما. ايوا هادشي اللي كاين. نوض اختي مفطر دابا. هانتوما معايا خويتي البنات. شخباركم؟ اش كتعاودوا كلشي مزيان؟ المهم يا اختي غنعاود عليكم كل خرافه. دابا فطرت ولبست حوايجي غدا نتقدى. يلا لقيتوني درت الزيت ديال بيادي كوزميتيك الشعري حيت باغا نضربها بواحد التحميمه فعلا تاركه. ايوا صافي قلت نمشي نتقدى هو الاول لانكم كتعرفوا هاد الزيت خاصك تخليه واحد ساعتين ديال المكانه في شعرك عاد تغسليه. قلت نمشي نتقدى باش دوز ديك ساعتين دغيا. الخرجه راه غادي نخرج من الدار طوموبيله زدت بها غير شويه. الله ناويه نمشي عند لاري نجيب التموين زدت بها شويه وهي تسكت. البعلوك ديال اسامه هاد اليامات مع باع موطورو كيستعمل الطوموبيل بزاف وكيخرج بها كينشفها. يعني مستحيل يجيبها لك فيها شرطه ولا جوج شرطات تينشفها. شغون نقول لكم عرفتي سطاني وحمقني هاد الولد. ايوا صافي ما عندي لما نعيط لان اسامه ناعس ما كاينش اللي غيمشي يجيب لي المازوط. بابا مسكير ما عندوش الطوموبيل. الطوموبيل عندي وما يمكنش غادي نستخسخو في الطاكسيات. صافي شفت ونقول نعيط وخالتي عزيزه هو الاول طاح لي في بالي حيت اصلا الطوموبيل سكت لي حدا المحل ديالو. مسكين جا عتقني دغيا دار لي المازوط غير هو بقى كيدفع هو والدراري ما بغاتش ديماري لي الطوموبيل ما عرفتش علاش. فالمهم قال لي انت بلا ما تعطلي سيري قدي اغراضك. عطاني طوموبيلته قال لي بلا ما تضيعي الوقت سيري قدي الغراض ديالك عاد ديك الساعه ملي تجي نشوفوا المشكل ديال الطوموبيل. صافي يلا خديتها دابا غنمشي عند الهري غنتقدى داكشي اللي خاصني وعاد ديك الساعه نرجع نشوف الطوموبيل مالا ما بغات تزيد. غتكون خاصها عاش يدفع يكون باقي المازوط ما وصلش ليها وصلش للقرع. المهم البنات انا يلا تقديت خديت الاساسيات اللي كنحتاجهم كل شهر. وبالنسبه للتقديه اللي كندير كديني الشهر كامل. باقي خاصني غير القمح كامل ما لقيتوش هنايا في الهري غادي نمشي نشوفو في شي هري اخر. ما شنو كان خاصني عاوتاني ما لقيتوش هنايا غنمشي نقلب عليه في شي هري اخر. انا تقريبا تقديت دابا كلشي كاع داكشي اللي خاصني. باقي خاصني غير واحد تيد ما كنلقاهش في سميتو كنلقاهش ديما في الهري سميتو ابي سي. قالت لي خالتي السيده اللي كتعاوننا في الدار قالت لي زوين هي اللي صراحه نصحتني به. انا كنت كناخد اريال ديما قالت لي هذا زوين واقتصادي حتى الثمن ديالو. قالت لي زوين كتاخدي واقيلا 9 كيلو يمكن ب 100 درهم ولا ما عرفت شحال وزوين زعما كتبقى لك لمده شهر كامل. وحنا ما عندناش الصبين بزاف 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 عاوتاني حيت حنايا غير ثلاثه الناس في الدار يعني ماشي بزاف. دابا تركت بيم باش ناخذوه هو اغلبيه كنلقاه في بيم. الهري ديما كنلقى يا ما كنلقاهش عنده يا كنلقى عندهم غير 3 كيلو. بيم اللي كتلقى عنده 9 كيلو فيه
وصافي هادشي اللي كاين. دابا من هنايا غادي نمشي ان شاء الله للمحل ديال كوين بالاس عند اسماعيل باش يشوف معايا الطوموبيل، ومن تمايا ان شاء الله يا ربي تخدم الطوموبيل باش نمشي اختي لدارنا. باغا نضربها بواحد التحمحيمه، دابا تقريبا دازت ساعتين ما بين الدار وما بين خرجت ومشيت قضيت هاد الاغراض، راه دازت ساعتين. يعني دابا نمشي نضربها لي بواحد الفركه. شكون بحالي ملي كتفركي كتلبسي بيجامه جديده وديري بارفان زوينه وتناسي فريش نقي، تكون يلاه ضاربها بواحد الصيقه للدار وجامع بيتك، عاتي كتحسي بواحد الراحه نفسيه، خصوصا الا درتي هادشي بالليل وتفركتي وجيتي وكان ديك العشرة اللي 11 عاوتاني كتضربي باحسن ناس عالميه. صراحه انا كتعجبني هذه القضيه. حتى قبيله كنت حاطه لكم اسئله واجوبه في انستغرام، قلت لكم شنو هي اكثر حاجه كتفرحكم، هي تقول لي البنت نفس الشيء اللي قلت لكم، قالت لي نضربها بشي بركه وهادي وهادي وهادي. صراحه اي ليلى اي بنت خالي فراسكم البنات الطوموبيل ما بغاتش تخدم. هاو دخلتي اسماعيل من الصباح مسكين هو معذب معاه والو ما بغاتش تخدم، ما عرفتش شنو غندير معاه بالضبط. ويا اختي ضربت لك واحد التهمهيمه، شي ناس غير مني هنايا حدايا حيت كنا دايرين نمشيو للحمام وهي خلفات بالوعد خنتها اختي، انا نبقى مقلقه نتسنافك وهي قالت لي الحمام غنمشيو ليه حتى الغدا، وانا خويتي نبقى بزيوتاتي وشعوراتي ملصلصين حتى الغدا. اختي ما غندير الزيت قلت لي اختي يلا غندير الزيت، تقاد لها الزيت ديال بياضي وطالعه باغا تشفرو، قلت لها سير حيدي بعدي مني خليني نوري الناس. دابا صيفطو لك انت يلا كومونديتي البارح حيوصلك حيوصلك غدا يوصل. المهم البنات اش بغيت نقول لكم، دابا يلا غسلت ودوشت وغادا نشفو غير واحد شويه بحال هكا، تشدوا الفوطه وتنشفوه باش ما كيبقاش كيتقاطر بالماء، عاد غادا ندهن ليه هاد السيروم. بالنسبه لهاد السيروم ديال بيادي كوزميتيك هذا تا كنخرج من الدوش عاد كندهنو دائما، سواء كنت غنصايب شعري ولا لا كندهنو هو الاول، خصوصا الا كنتو غتصايبوا شعركم مزيان انكم ديروه، لانه كيحمي الزغبات الشعر من الحراره ديال السشوار، وفي نفس الوقت كيخلي واحد الريحه غزاله في شعرك. واللي كيعجبني فيه ان شعرك ما كيبقاش يتنفخ، لانكم راكم عارفين بزاف ديال البنات كيعانيوا من هذه القضيه انهم كيصايبوا شعرهم في الصالون، عا كيخرجوا من الصالون ما كيكون الشعر سخون كيتنفخ. الا درتي ليه هذا السيروم غتهني من هذه القضيه، وبالعكس كيعطي واحد اللمعه واحد لابغيونس غزاله للزغبه ديال شعرك. دابا غادي نجمعوا. بالنسبه لهاد لاغام ديال بيادي كوزميتيك كيجيو فيها اربعه ديال لي برودوي، هذا هو الزيت اللي قلت لكم قبيله درتو وخرجت مشيت تقديه، هو هذا كنشقق به راسي ساعتين قبل ما كندوش. الفوائد ديالو انه ضد تساقط الشعر، يعني من نهار غديريه كوني متاكده انك غادي تقولي باي باي لتساقط الشعر. بيان سور ماشي في نهار وليله، راه اي حاجه كديرها كتبغي المداومه، يعني خاصك تداومي عليه واحد الفتره، لانه غني بالاعشاب ومركز، واهم حاجه ان لاغام كامله طبيعيه 100%. ونزيدكم عاوتاني ماشي غير كيطول الشعر، كيطول حتى الخلفه. ملي كندخل ندوش كنغسل هاد الشامبوان اللي هو شامبوان كريم في نفس الوقت، يعني كيغسل لك شعرك و او ميم طون كيخلي الملمس ديالو غزال بزاف، واهم حاجه انه كيعاون داك الزيت اللي وريتكم في الاول باش شعرك ما كيبقاش يطيح. اما هاد الماسك هذا هو الحب ديالي اللي مستحيل انني نستغني عليه، هاد الماسك كنديرو وكنخليه 15 دقيقه في شعري. ني شعري شحال كرد والله هو كرد الله تيحفظ تا ما كيسمع كتسمع كخيش كخيش، تقول لهم شطاتو الشعر لا من البارح اي من البارح. المهم قلت لكم كتخليه هايدي هاد الله لا هايدا تخليه 15 دقيقه في شعرك يا اختي. واش غنقول لك كيخرج شعرك ماشي غير مسبسب، كيخرج يا سلام. واخا تكوني حركتي سوشوار ولا لي بلاك ولا تكوني شوطتي باباه بالصبيغ، والله العظيم الا من نهار غتستعملي هاد الماسك غادي تجي عندي وغتقولي الله يرحم لك الوالدين كنزه، لانه غادي يرد لك الكيراتين الطبيعي الزغبه ديالك وشعرك غادي يرجع مسبسب. واخا تكوني زعما دايره لي بروتيين ولا كيراتين ولا ماش ولا شي حاجه، راه ما غايدير لك والو، يعني ما يحيدش لك داك الكيراتين من شعرك ولا يبدل لك اللون، لانه اصلا هاد لاغام ما فيها لا
عطور اصطناعية ولا ألوان اصطناعية وطبيعية 100%. المهم البنات الا بغيتو تاخدوها راه غنخلي لكم نمرتهم في الواتساب منين دوزو لا كوموند، وراه كيديروا التوصيل في المغرب كامل، وغنخلي لكم حتى حسابهم على الانستغرام باش بحال هكا قبل ما تشريو تشوفوا الاراء ديال الناس اللي ديجا استعملوا لي برودوي. والصحة والراحة مسبقا. الله لقيتوني اختي غادي نوض نبدل حوايجي لانه باغا نخرج واحد شويه اختي نبدل الجو وغادي الماكان نحاول ندير شي حاجه خفيفه صراحه توحشني الماكان. I was living my life, who's so wrong? Always numb in my mind, battled on. Building scars from the knife, so far gone. I was blind. Oh, baby! Sadi ديال أمي ما بغاشي كتقول لكم كوباي. بيدات اختي نقول لكم انا فراشات سي طيروا طيروا يا فراشات كيف ما كنطير انا دابا. قولوا لي كيجي تبدلت ياكو كيخليوا شي بنات كيكتبوا لي نيري كنز المكياج كيبدلك كتكوني حالتك بلا مكياج ما فيك ما يتشاف المكياج كيدير فيك خير اختي ما كاينش اللي ما كيديرش فيه المكياج خير. سير اختي حنا زوينات بالعكس تقبلوا راسكم كيف ما نتوما انا بعدا كنحمق على راسي كيف ما انا المكياج كيزيدني غير لمسات فهمتوا انا ما تنتسوقش للناس اللي كيقول لي حقا زعما ما فيك ما يتشاف ولا وجهك ما فيهش الضو زيد اخويا خلينا نزيدو ما فيكش الضو داك الشيء وديك الهضره الخاويه والمكياج هو اللي كيبيني زوينه لا انا زوينه على طبيعتي غير بعد المرات الانسان تيكون مريض نفسيته عاوتاني عيانه راه ما تنساوش ملي كتكون النفسيه ديالكم ماشي هي هذيك كتكونوا مرض نفسيا يعني ما راهش قاش لكم داكشي راه داكشي كيأثر على الوجه كيأثر على الشفره كيأثر على الشعر. المهم اختي من بعد ما درت رجعت دخلت للدار خرجت الدجاج من الثلاجه غنصايب مريقه درت معاه 5 فصوصة ديال الثومه وقبطه ديال الربيع غنضيف عليهم شويه زيت العود تحميره خرقوم عرق معلقه ديال سكنجبير شويه ديال البزار شويه ديال الشوينيه والملح على حسب الذوق. وبالنسبه للزعتر كيبقى اختياري غنزيد كاس ديال الماء دافي ونخلط كل شيء ونخليهم تقريبا 2 ساعة تلمقانه حتى الدجاج يشرب ليا ديك العطريه. من بعد غادي ناخذ الكوكوط درت فيها شويه ديال الزيت قطعت 3 ديال البصلات خليتهم شويه كيتشحروا من بعد ما تشحروا ضفت الخليط ديال الدجاج وخليتهم شويه دابا غادي ناخذ الماء دافي وغادي نبدا نزيد فيه بشويه بشويه حتى نغطي الدجاج ونخليهم يطيبوا على عافيه مهيله. هو العشاء وجد عندنا بصحه وراحه مسبقا وكنقول لكم السلام عليكم تلقاو فيديو جاي ان شاء الله.